يا الله. اليوم راح نحاول نجهز خلطة المحاليل للهايدروبونكس اللي هو الزراعة المائية. حاولت صراحة أن أبحث في الإنترنت كثير يعني، بس مع الأسف ما حصلت يعني شيء واضح أعتمد عليه. والحمد لله رب العالمين يعني التقيت في شخص قال أحمد حمدي، مهندس أحمد حمدي من شركة برقان الزراعية، والحمد لله زودني بكل المعلومات اللي أحتاجها، فطبعتهم كلهم على ورقة على أساس أنه تكون مرجع لنا وله في المستقبل ولأي واحد يعني يحب يسوي الشغلة. طبعا المحاليل او المواد خلينا نقول اللي جبناها تعتبر ان شاء الله يعني من اجود الانواع اخترناها لتجهيز المحلول A اللي راح نحطه في الجيريكن هذا الصغير اللي هو 5 لتر، والمحلول B بعدين راح نحطه في الجيريكن الثاني كل واحد 5 لتر. فلكل 5 لتر من المحلول A راح نحتاج الى 425 جرام من سماد الام بي كي، سماد الام بي كي هذا اللي هو 12 12 36، نبي منه 425 جرام، ونحط 200 جرام من صلفات المغنيسيوم اللي هذا صلفات المغنيسيوم، ونحط نضيف عليه 25 جرام من العناصر الصغرى المايكرو نوترينز. هذا هو يشكل المحلول A لكمية 5 لتر نستعملها حق الخلط على الموقع. المحلول B أو المحلول B راح يكون 500 جرام من نترات الكالسيوم، هذه نترات الكالسيوم، وأنضيف عليها بس 17 جرام من شيلات الحديد، نوعية جيدة هذه وايد، نوعية إسبانية، صناعة إسبانية يعني من أجود الأنواع، في النوع الصيني أعتقد أنواع ثانية بعد اعتبار من أجود الأنواع. فراح نبدأ إن شاء الله في تحضير المحلول A، وبما أننا راح نستخدم ميزان حساس فلازم نسنع الميزان صفه، هذا 20 اقدر كذي صار صفر. فاول شيء راح نبدا في ال 425 جرام من سماد الـ NPK مقابل هذا راح يكون 425 جرام، كمية كبيرة تعتبر. بس طبعا المحلول راح نجهزه راح يكون 5 لتر و 5 لتر من كل محلول A و B، حطينا زيادة نشيلها، وال 5 لتر هذه راح تسوي تقريبا 500 لتر من الهايدروبونيك المحلول هذا البونكس.
شوف الحين 25 20 هذا 25. طبعا انا مجهز بالسطل هذا 5 لترات اللي كانت في الجيريكن هذا، ف 5 لترات ماي، الماي العادي يعني ماي البيت العادي، فأضيف عليهم كمية، وطبعا ينزل التحريك. هذا سريع الذوبان فما يحتاج يعني وايد شغل. اوكي خلصنا من هذا. الكمية اللي بعدها راح تكون 200 جرام من صلفات المغنيسيوم. صلفات المغنيسيوم اللي هذه منها 200 جرام. نخلي هذا على جنب. خلصت منه. وهي نروح حق صلفات المغنيسيوم ناخذ منهم 200 جرام. نصفر العداد مرة ثانية. نبي 200 جرام هنا. هذه 150. شوي ميتين. أيوة حاول قدر الإمكان يعني أضبطها 100%. هذه 200 جرام من صلفات المغنيسيوم. طبعا دام خلصنا منها نبعدها عن الطريق تحت. صفات المغنيسيوم مرة ثانية نضيفها هذه حق الكمية. تبي لها تحريك شوي زيادة هذه طبعا شوي صلبة. واخيرا المكون الثالث لهذه الخلطة ايه المكون الثالث اللي هي العناصر الصغرى المايكرو نيوترينتس. شوي شكلها يعني صعب اني اشيلها هذا شغله اشيلها. بما أننا راح نحتاج بس 25 جرام أعتقد نستخدم شغلة صغيرة أحسن. شغل صفرنا العداد. نبي 25 جرام فقط من هذه. شوف هذا شلون راح تصير 25 جرام. هذه 10.
تمش نوصل هنا. عشرين جرامين خمسة وعشرين جرام. هذا حط هنا 25 جرام من العناصر الصغرى، لازم تسكر هذه بسرعة لأنها تأثر بالرطوبة. نضيف الكمية على المخلوط. ونحرك نكون الشكل خلصنا المحلول A. بعد هذا ان شاء الله خلاص نحطه في الجاريكن، بس نتاكد ان كل الغلاف صح. نزعل الواسط ونبدأ في تفريغ الكمية في الجاريكن. طبعا ما راح يكفي الجاريكن لان حاطين اصلا 5 لتر ماي مع المواد صارت اكثر، فمجهزين ان شاء الله شيء خالي. هذا صفحني بسم الله. تقريبا اوكي زاد شويه. هذا المحلول A خلصنا منه تقريبا، والكميه الاضافيه هذه راح نحطها في البطل الصغير. نفس الكميه على اساس هذه الكميه تنفعنا الشكل. خلصنا شغل محلول A. نشيل هذول نغسلهم ونرجع نغسلهم ونرجع.
غسلنا السطل والأدوات من المحلول A والحين نبدأ في المحلول B. هذا المحلول A نحطه على جنب ونبدأ بالمحلول B اللي هو شوي أصعب لأنه يعني اللون قوي فيه شوية إنه في شيلات الحديد. المحلول B يتكون مثل ما قلنا من نترات الكالسيوم وشيلات الحديد. هي شيلات الحديد اللي تسوي اللون يعني تأذي شوي، ولكن إن شاء الله راح نبدأ عليه. أول شيء نجهز، أو أنا عندي مجهز 5 لترات من الماي، ماي عادي. هذه 5 لترات من الماي. اني بعدها الى تجهيز نحط نصفر نبدأ نحط 500 جرام من نترات الكالسيوم اللي هو اليوريا. نترات الكالسيوم خمسمية جرام، كمية كبيرة مو شوية، 500 جرام من نترات الكالسيوم. هذه 500 جرام نضيفها إلى 5 لتر من الماي، ونفس الشيء نحرك شوية ذوبانها. والله زين تفضل يكون السطل شفاف، لكن ان شاء الله راح نشوف النتيجة كذا في الجيريكن نوعا ما شفاف. والله سريع الذوبان تمام نترات الكالسيوم هذا. شوي ونرجع نحط المكون الأخير وهو شيلات الحديد، وهذا هو أوسخ مكون مؤذي، ولكن إن شاء الله نبدأ عليه. أوكي، نبي بس 17 جرام، نبي 17 جرام. فقبل لا نحط ال 17 جرام نتأكد من تصفير العداد. نتأكد من تصفير العداد. أول شيء عداد الميزان هذا في
30 جرام هذا صفر حاليا. نبدأ بإضافة 17 جرام فقط من شيلات الحديد اللي هي تسوي البلاوي. بسم الله. نعش 17 جرام تعفس الدنيا تسويه حمر لأن الحديد لما يروح الماي هذه تقريبا 17 جرام من شيلات الحديد. طبعا الكمية هذه تكفي حق 3-4 سنوات غالي سعر هذا لكن ان شاء الله يكفي حق سنوات. نضيف شيلات الحديد على المحلول ان شاء الله. اوكي هذا خلصناه صار لون الحديد هذا الشيء الوسخ يعني شوي لكن ان شاء الله. ونبدأ بتفريغ المحلول راح تشوفون لونه يعني غامق. احاول احط هني اساس يبين. ونبدأ بتفريغ ان شاء الله ما تصير مشكلة. بسم الله. لاحظين اللون الغامج يعني كأنه لون حديد. 17 جرام هذه اللي سوت اللون هذا ولا كان لونه أبيض مع نتراك الكالسيوم شيء مو حلو. إن شاء الله النتائج حلوة. زادت عندنا كمية صغيرة نفس العملية راح نستخدم البطل الصغير هذا تكريها. ان شاء الله اوكي. فهذا كل ما هنالك تقريبا في تجهيز المحاليل للزراعة المائية. وهذا محلول بي خلصناه. فصار عندنا محلولين الكاميرا تشوفونهم محلولين A و B. لاحظ ان محلول A اقل لونه اخف يعني اقصد من المحلول B لان المحلول B فيه شيلات الحديد وهي اللي معطيته اللون الغامق هذا. طبعا طريقة الخلط بعدين مع الكميات اللي راح نحطها في الزراعة المائية لكل نوع من الخضروات لكل نوع من الزرع له
كميات معينة. مثلا نروح للورقيات مثل الخس، البقدونس، السبانخ، الشغلات هذه كلها ورقيات. نحتاج إلى لتر من المحلولين، لتر من المحلولين لكل 100 لتر ماء. فمعناتها أن نص لتر من A ونص لتر من B نصبهم في 100 لتر ماء بحيث تكون الكمية 100 لتر للزرع. نروح حق الخضروات. الخضروات جميعها فيما عدا الطماطم، الخضروات جميعها فيما عدا الطماطم، تبي بروكلي، كوسة، فلفل، بديان، كل شيء فيما عدا الطماط نستخدم لتر ونص لكل 100 لتر ماء. يعني لتر الا ربع من A ولتر الا ربع من B يسوون لتر ونص حق ال 100 لتر، حق ال 100 لتر. نروح حق الطماط. الطماط تحتاج شوية أكثر لأن الطماط يبي تغذية أكثر من الزراعة الهيدروبونيكس وحتى بالزراعة العادية. الطماط تحتاج إلى لترين لكل 100 لتر، يعني لتر من A ولتر من B نحطهم مع 100 لتر من الماء ف نعطي نسقي الطماط. بالإمكان بعد استخدام يعني المحلول أو المحاليل هذه للنباتات الخارجية وأشجار الزينة والحمضيات العادية طبعا اللي بالأرض، يعني نقول مثلا مرة واحدة بالأسبوع نحط بس 2 ملي لكل لتر، 2 ملي لكل لتر، يعني ملي من هذا وملي من هذا، ملي من A وملي من B لكل لتر ماي عشان نسقي النباتات الخارجية ونباتات الأشجار الزينة والحمضيات وما إلى ذلك، يعني على أساس تعطيها شوية دفعة حق النمو والإنتاج. تقريبا هذا كل ما هنالك على ما يقولون، وإن شاء الله أكون غطيت كل شيء. وإذا في أي سؤال ولا شيء أتمنى أني أقدر أجاوب عليه، ولو أن الخبرة عندي وايد قليلة وايد قليلة، بدأت يعني توني قريبا يعني، بس البحث والقراءة وهذا أعطتني شوية معلومات أقدر بإذن الله أساعد فيها الآخرين. وشكرا.